السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميمين. ازيكم يا سنة خمسة ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض lesson 2 on unit 7، هناخد الدرس الثاني في الوحدة السابعة. تمام، بعتذر جدا عن تأخير الفيديوهات، بس ان شاء الله هنبدأ مع بعض كل يوم فيديو. انتوا الوحيدين اللي هشتغل معكم كل يوم عشان انتوا المنهج بتاعكم كبير وجديد. تمام، فهنشتغل كل يوم بإذن الرحمن. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. طبعا احنا خدنا الدرس الاول وشرحناه شرح مفيش بعد كده. النهاردة بقى الدرس التاني part 1 و part 2، الجزء الاول والجزء التاني. بيتكلم بقى عن ايه؟ بيقولك my perfect room، غرفتي الرائعة او الممتازة، و language focus اللي هي بقى هنشوف في بقى حتة كده هنتك عليها شوية في القواعد. تعالوا نشوف مع بعض الكي فوكاب، كلها كلمات سهلة، واطمنكم المنهج بتاع الترم التاني سهل جدا جدا، مش زي سنة رابعة، احنا اسهل بكتير. تعالوا بقى نقرب الكاميرا ونبدأ مع بعض. هو اغلب الكلمات خلي بالكم احنا اخدناها من قبل كده، فما فيش حاجة صعبة يعني بإذن الله. نشوف بقى مع بعض اول كلمة، كلمة مكتب. المكتب اللي احنا بنذاكر عليه او المكتب بتاع بابا او المكتب اللي في الشغل، اي حاجة اسمه ايه؟ ديسك 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 ديسك. تمام، هتنطق كل حرف زي ما هو عادي جدا، بس تفتح الايه في النطق، ما تقوليش ديسك، لا ما تكسرهاش قوي كده، بنفتحها شويه في النطق لانها ما بين حرفين ساكنين، فبنقول ديسك ديسك ديسك. طيب الملصقات اسمها ايه؟ بوسترز بوسترز بوسترز، با با، برضو الاو هتتعامل زي الايه، نفتحها برضو في النطق فبنقول بوسترز بوسترز. الملصقات زي مثلا الحاجات اللي بتتعلق على الحيطان في الشوارع، زي مثلا لو دكتور عامل اعلان لنفسه، زي الاعلانات اللي بنشوفها في الشوارع كده واحنا ماشيين، يبقى دي اسمها بوسترز بوسترز بوسترز، ملصقات. طيب العاب الفيديو اسمها ايه؟ فيديو جيمز فيديو 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 جيمز فيديو جيمز فيديو جيمز. يبتسم smile 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 smile. مريح comfortable comfortable comfortable، وممكن تسمع التي دي دي عادي تبقى comfortable comfortable، يبقى الاثنين صح. طيب عندنا بقى كلمة خطير dangerous 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 dangerous. كراسي chairs chairs chairs، عندي السي اتش هنا هنطقها تش، خلاص تش تش، يبقى chairs chairs، لو كرسي واحد هيكون chair chair. طيب مثالي او نموذجي perfect 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 perfect. تمام، سبب reason 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 reason، ما تقوليش reason، لا reason reason، هتكسر الاو في النطق شويه، هتكسرها زي كلمه person، بنكسر الاي في النطق، الاو مع الان اقولها ان، person person reason reason. طيب يكون صداقات make friends make friends make friends، لو عايز تقولها زي friends وتلغي دي خالص في النطق صح، عايز تقول make friends برضو صح، ما فيش مشكله. نيجي بقى للصفات وعكسها، احنا متعودين الكلمه وعكسها، لا المره دي هاخد الصفات وعكسها. تمام، طيب عندي كلمه lucky lucky lucky، محظوظ unlucky unlucky unlucky. بتلاحظ ان الصفات دي هي هي دي، بس محطوط قبلها البرفكس يو ان. ايه هو البرفكس؟ دي بوادي او باديات كده بنحطها قبل الكلمه عشان تغيرها المعنى تاني خالص. تمام، يبقى lucky unlucky lucky unlucky comfortable uncomfortable comfortable uncomfortable safe unsafe safe unsafe happy unhappy happy unhappy friendly unfriendly friendly unfriendly fair unfair fair unfair kind unkind kind unkind usual unusual usual unusual. وممكن تسمعها usual عادي مفيش مشكله، تبقى unusual. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف القرايه السهله البسيطه دي. جايب لي هنا غرفه النوم وفيها سريرين والديسك ومش عارفه الشيست اللي هو الدولاب او الواردروب، وكمان في تشير، فتعالوا نشوف مع بعض بتقول ايه. I love my bedroom، انا بحب غرفه النوم بتاعتي، زي ما خدنا I love my apartment I love my home، كل ده صح. I share it with my sister، انا بشاركها مع اختي، يبقى انا واختي بنتشارك نفس الايه الغرفة.
On the right there is my bed with a desk next to it. On the right there is my bed with a desk next to it. على اليمين بيقول لك يوجد كلمة there is يعني يوجد سريري وكمان المكتب جنبي next to يعني بجوار جنبه. On the left على الشمال أو على اليسار there is my sister's bed. على الشمال بقى ده سرير أختي. قلنا الأبوستروف إس هنا بتاع الملكية. لو هقول مثلا كتاب أحمد فبقول أحمد's book, أحمد's pen, أحمد's bag. تمام, يبقى إس الملكية دي بترجع الحاجة اللي بعدها للملكية الشخص ده سواء أنا أو غيري. طيب in the middle of the room في منتصف الغرفة there is an armchair with two cushions. بيقول لك في المنتصف, في منتصف الغرفة يعني في نص الغرفة يوجد an armchair. armchair اللي هو الكرسي بمسند وكمان في two cushions اللي هي مخدتين. cushions اللي هي المخدات. تمام, طيب هنا خدنا ليه an مع armchair؟ ما انا ممكن اقول a. لا, ما احنا قلنا an دي بتشتغل مع الاصوات المتحركة. تمام, الاي والاي والاي الاي والاي 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 والاو دي الفاولز الحروف المتحركه. تمام, خلي بالك من كلمه زيرز دي حلوه جدا جدا لو كتبتها في الباراجراف. لو هقول مثلا اي لاف ماي هوم, لو كتبت عالي الابارتمنت او الهوم منزلي او الشقه اللي انا فيها, هقول بقى كلمه يوجد مثلا ثلاث غرف, هقول مثلا there are او there is. there is للمفرد و there are للجمع. there is مش عارفة ايه و there are ايه و ايه و ايه. تمام, فحلوة جدا. طيب خلي لي بالك بقى كلمة على اليمين وعلى الشمال وفي المنتصف. احنا قلنا على اليمين on the right, on the right. on يبقى كلمة اليمين والشمال تاخد حرف الجر on, لكن في المنتصف يبقى ان, زي ما احنا بنقول على اليمين على يبقى on. تمام, لكن في النص يبقى ان, في ان عشان اسهلها عليك. يبقى الشمال واليمين ياخدوا ان, اما في المنتصف تاخد ان. تمام كده. طيب تعالوا نشوف ونكمل. بتقول ايه بقى اخر سطر معانا؟ ان a big closet, وكمان في closet اللي هو الايه البتاع ده اللي احنا اخدناه الدولاب او الايه الخزانة عامة اللي بخزن فيها اي حاجة. on the wall على الحيطة there are lots of posters of animals. على الحيطة في بوسترات او ملصقات كتيرة, ملصقات كتيرة للحيوانات. طيب برضو على الحيطة هناخد معها ايه حرف الجر on, يبقى اليمين والشمال والحيطة right و left wall ناخد معها on, لكن middle تبقى in. تمام, طيب بيقول لك هنا use these phrases when telling your partner where things are. بيقولك برضو استخدم الجمل دي مفيدة وحلوة, كلمة على اليمين وعلى الشمال وفي المنتصف وكمان على الحائط زي ما انا شرحتهم لك. طيب نيجي بقى للانجوش فوكس اللي هي سهلة جدا جدا. الان هي هي النط, احنا قلنا الان تدي العكس على طول, تديني العكس. طيب لما اقولك مثلا عطوف يعني kind, غير عطوف هتبقى unkind, يبقى انا كده نفتها جبت العكس بتاعها. تمام, يبقى الان هي هي النوت, بس احنا ما بنكتبش نوت كايند, لا بقول unkind. تمام, طيب هنا مثلا بيديك ايه, هي لوكس unhappy, هو شكله ايه مش فرحان. يبقى هي هي نفس المعنى, هي doesn't look happy, هو شكله برضو ايه مش فرحان. يبقى doesn't look لا يبدو. تمام, لكن هنا look unhappy هي هي doesn't النفي دي هي هي الان. تمام, طيب تعالوا بقى نشوف الديفينيشنز مع بعض. اول حاجة كلمة unfriendly غير عطوف, قالك not kind to someone, مش لطيف مع الناس, يبقى not kind هي هي unfriendly. طيب uncomfortable بيقولك something that doesn't feel nice to sit on or wear on your body. بيقولك الحاجة اللي ما بتحسش ان هي حلوة لما بتقعد عليها او لو لبستها, فبتحس ان انت مش مرتاح, يبقى هي هي نفس المعنى بتاع ايه uncomfortable. طيب نيجي بعد كده عندي كلمة unlucky غير محظوظ, بيقول لك ايه something bad happens to you without a reason, حاجة بتحصل لك من غير سبب, يبقى احنا كده ايه بنقول ايه ده مش محظوظ. طب كلمة unsafe هي هي dangerous, dangerous اللي هو خطير هي هي unsafe, لكن عكسهم هما الاتنين بقى safe بس من غير الان. unhappy اللي هو زعلان او حزين بتساوي كلمة sad هي هي. طيب unfair غير عادل, حاجة ايه مش عادل يعني, بيقولك something that happens that
isn't morally right or fair، بيقول لك حاجة بتحصل مش عادلة، يعني مش بيكون فيها عدل سواء بقى أخلاقي أو أي عدل تاني، تمام؟ فكلمة unfair ليس إيه عادلا، تمام؟ طيب هنا بقى عندنا إيه، بيقول لك what does the prefix un means، معنى كلمة un هي الإيه النقط. طيب what does the word unsafe mean، مالك ان معنى كلمة mean هنا تعني، يبقى انت بتدي المعنى، يبقى كلمة unsafe هي معناها ايه not safe. طيب she was not when she didn't get her birthday present، هي ما كانتش ايه لما ما حصلتش على هدية عيد الميلاد، يبقى اكيد هي unhappy غير سعيدة. هبعد بس الكاميرا شوية عشان تشوف الجملة كلها. رقم 4 بيقول you can find the box not the right، الله ده المسألة اليمين والشمال والwall يبقى كلهم ياخدوا on. طيب there is a table not the middle، الله middle في المنتصف يبقى in. طيب there is a poster not the wall، على الحيطة يبقى on the wall. بعد كده بقى سهل جدا جدا، بتستخدم الperfect on قبل الكلمة، يعني أنا مثلا عندي هنا kind هتبقى unkind، friendly unfriendly، comfortable uncomfortable، وfair unfair، usual unusual، lucky unlucky. بس كده ده الدرس التاني الجزء الأول. المهم بقى عندنا في الجزء التاني اللي هو part 2، طبعا كل الكلمات اللي احنا بنقراها دي معايا حفظ، تمام؟ هقرب بقى الكاميرا ونشوف. هنا بيقولك howler monkeys in the jungle، اسمها قرود الهاولر، ده او الوعاء يعني، ما هي انا مش عارفه معناها بالعربي، فهنقولها قرود الهاولر، تمام؟ اللي في الغابه. وبعد كده برضو في language focus يعني في جرامر معانا. طيب تعالوا نشوف بقى، نقرب الكاميرا ونشوف الكلمات بتاعتنا. عندي اول حاجه كلمه عالم، ودي مهنه، تمام؟ زي الدكتور زي التيتشر، العالم برضو مهنة، فاسمه ايه بقى العالم او العالمة؟ ساينتست ساينتست ساينتست، واخدناها الترم الاول، ساينتست ساينتست ساينتست. طيب بحث ريسيرش ريسيرش ريسيرش، ما تقولش ريسيرش غلط، الريسيرش دي بينا وبين بعضينا كده انجليزي مصري، تمام؟ لكن انا عايزة بقى انطق كويس، فهقول ريسيرش ريسيرش ريسيرش. طيب ده كبيرة قوي يا مستر، الكلمة دي نقسمها ازاي؟ عندك هنا الار اي، وهنا بحر سي، وبعدين ار والتشه السي مع الاتش، يبقى اسمها ايه؟ ريسيرش، بتنطق قبل السي اتش دي بتنطق تي خفيفة كده، فبنقول ريسيرش ريسيرش. طيب مجموعات عائلية family group family groups family groups family groups، أصغر سنا younger 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 younger. طيب الكرويين المحليين، يعني إيه الكلمة دي؟ يعني أهل البلد اللي هم أهل الكرة، اللي هم أهل البلد بس اللي عايشين في الكرة، اسمهم إيه بقى؟ local 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 villagers local villagers local villagers local villagers. الله يا مس، انت بتقولي village villagers، منين بقى الده دي؟ قال لك هنا ال a g e، التعبير ده على بعضي اللي هي كلمة age، لما اجي انطقها ما اقولش age age، لا تحط دي هنا قبل ما تنطق حرف ال g، تمام؟ فبنقول age age، تمام؟ يبقى هنا ما اسمهاش villager، لا اسمها valid villagers villagers، يبقى local villagers، تمام؟ خائف frightened frightened frightened، طبعا الجي مع الاتش هنا silent، احنا قلنا اي جي اتش في وسط الكلام على طول silent، يبقى frightened frightened. add fry fry f r i g h، وبعدين 10 10، وبعدين تحطي اي دي، بقت سهله كده. طيب القرد العواء اللي هو قرد امريكي اسمه ايه؟ هاولر مونكي هاولر مونكي هاولر مونكي. طيب طريق path path path، سهله جدا جدا، path path path، تمام؟ اللي هي pass يعني، بس احنا بنطلع لسنا في ال تي اتش. طيب الاكسترا فوكاب برضو معايا حفظ، كلمه ودود يعني حد عطوف، بيود الناس، معاملته كويسة، فبنقول عليه friendly 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 friendly، ادي صديق friend، تمام؟ وبنضيف لها ال واي في الاخر. طيب كلمة فجأة suddenly 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 suddenly، تمام؟ طيب الحقيبة case 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 case، تمام؟ زي كلمة pencil case pencil case، هي دي كلمة احنا هنحفظ بس كيس، تمام؟ طيب المهملات او القمم اسمها ايه؟ garbage
garbage garbage garbage garbage. الله ده في اي جي اي يبقى هحط دي هنا. طيب عم او خال uncle 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 في كل مكان everywhere 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 everywhere. بالفعل indeed 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 indeed. تمام. طيب الطائرة بقى اسمها ايه؟ airplane 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 airplane. ادي كلمة air الهواء وادي plane الطيارة. اضيف الكلمتين مع بعض برضو هتديني كلمة الايه الطيارة airplane. طيب مفزع او مخيف او مرعب frightening frightening frightening. يبقى انا لو قلت انا خايف ينفع اقول frightening؟ لا، هحوش الاي جي واحط الاي دي. تمام. لو انا بوصف شعور يبقى frightening. اما frightening بضيف الاي جي مع الحاجة اللي بتسبب الشعور. تمام. يبقى بضيف الاي جي مع الحاجات اللي بتسبب الشعور زي كلمة interested وinteresting. خلاص interested دي الشعور، اما اللي بيسبب الشعور بنضيف لها ing. يبقى نفس الكلمه، يبقى كلمه واحده طلعنا منها كلمتين. وfrighten بس يعني يخيف او يرعب الفعل نفسه، لكن لما اضيف لها ing تبقى مخيف او مرعب. لما اقول لك مثلا الفيلم ده كان frighten، الفيلم ده كان مرعب، المكان ده مرعب، لكن لما احوش ing واحط ايدي يبقى انا جبت الايه الصفه، اقول I'm frightened انا خائف. تمام. طيب عميق deep deep deep. طيب الغابة اسمها ايه؟ jungle jungle ج ج. برضو هنا هتحط ايه دي خفيفة كده في النطق، بنقول jungle jungle jungle. طيب تمثال sculpture sculpture sculpture. لو عايز تنطقها نطق فعلا صحيح تخفف قوي قوي ال في النطق. تمام. فبنقول sculpture sculpture sculpture. طبعا ال t u r هنا هتديك ايه شر. تمام. ال t u r ايه دايما دايما في الكلمه تديك شر شر شر. يبقى زي كلمه nature nature. تمام. هنا بقى تقول ايه sculpture sculpture sculpture. طيب العمل work work work. جنوب امريكا اسمها south america South America South America South America. تمام. طيب عندنا بقى تصريفات الأفعال المنتظم الأول وبعدين الغير منتظم. Start started start started. Look looked look looked. Miss missed miss missed. Try tried try tried. Smile smiled smile smiled. Happen happened happen happened. Travel traveled travel traveled. وخلي بالكم من كلمة travel دي ان احنا في الماضي ممكن نضيف ليه الماضي ممكن اضيف له اي دي على طول، او ممكن اضعف ال ال دي وبعدين اضيف اي دي، فالاتنين برضو صح. لو لقيتها كده صح، لقيتها كده صح. تمام. طيب عندنا بقى التصرفات الغير منتظمة. عندي كلمة lose lose يخسر. Lost خسر. Lose lost lose lost. ملاحظ ان هنا الاس بنطقها ز لكن هي بنطقها س. تمام. يبقى lose lost. sit sat sit sat sit sat. leave left leave left leave left. go went go went go went. do did do did. tell told tell told. no knew no knew no no. زي كلمة no يعني لا اللي هي لا اللي هي الان او دي نو وهنا نو نو. خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده التعبيرات وحروف الجر. بتبقى مهمه بس انت لو مش عايز تحفظها ما تحفظهاش، لان احنا كده كده هناخدها في القرايه. كلمه يعود go back go back go back. مهتم بيه interested in interested in interested in. وقلت لك كلمه interested اولها اي ان، تحب الاي ان اللي زيها. يبحث عن look for look for look for. يحمل شيء بعيدا الى carry space away down to carry away down to. يأتي باتجاه come toward come toward come toward. طيب انطلق set out set out set out. يتقدم للأمام go forward go forward go forward. طيب القرب من nearby nearby nearby.
في كل أنحاء مصر. all over Egypt, all over Egypt, all over Egypt, أو all over Egypt. أمطار غزيرة, heavy rain, heavy rain, heavy rain. تمام. طيب بعد كده بقى جايب المين بوينتس. احنا مش هنقرا المين بوينتس, احنا هنقرا الايه الدرس على طول, وجايب الصوره دي واحنا هنبدا قرايه مع بعض وهنمشي واحده واحده, عشان انتوا بتقولوا يا مس انت بتقري بسرعه. اديني همشي معاكم واحده واحده. بيقول ايه بقى؟ My uncle is a scientist and loves animals. عمي عالم, تمام, وبيحب الحيوانات. خدنا ليه بقى لفظ هنا؟ عشان عمي ده مفرد مع المضارع البسيط, بنحط الفعل اس. When he was younger he traveled a lot in South America for work. بيقول لك وهو صغير, لما كان صغير سافر كتير في South America اللي هي أمريكا الجنوبية. عارفين فيلم قبل ما يطلع هي أمريكا بس جنوبية, هي دي اللي فيها شلال الفردوس. بيقول ايه بقى؟ ان هو بيسافر كتير, كان بيسافر كتير في امريكا الجنوبية دي للعمل, للعمل. خلي بالكم هو كان رايح امريكا ليه او امريكا الجنوبية؟ عشان يشتغل. He loved it there because the people were very friendly and helped him with his work. بيقول لك هو حبها جدا. حب مين؟ حب امريكا الجنوبية, تمام, او هو حب هناك. ليه بقى؟ لان كلمة because, لان الناس were very friendly, الناس كانوا very friendly يعني عاطفين او ودودين جدا. and were helped him, ساعدوه هو with his work, وساعدوه في ايه؟ في عمله. Then ثم أو بعد ذلك, about 3 years ago, بعد 3 سنين مضت. كلمة ago مضت, ولازم يكون في قبلها مدة زمنية, لازم يكون في مدة إيه زمنية. 3 سنين, 4 سنين, 5 سنين, مش مهم, لازم يكون في مدة زمنية. Something frightening happened to him and he was lucky he lived to tell me about it. بيقول لك بقى ايه, من 3 سنين مضت حاجة مرعبة حصلت له وهو كان محظوظ ان هو يعيش عشان يحكيها لي. يا للدرجات الحاجة دي كانت مرعبة, كانت مخيفة جدا ومرعبة جدا, لدرجة ان هو كان محظوظ ان هو عاش. يعني ده من حظه الحلو ان هو عاش, يعني هو كان ممكن ايه يموت. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض هنا بيقول ايه. هبعد بس الكاميرا. بيقول بقى ايه, he was very interested in howler monkeys and wanted to do some research into their family groups. بيقول لك هو كان مهتم جدا, مهتم جدا بايه بقى؟ بالهاولر مونكيز اللي هم قرود الايه الهاولر, وكان عايز يعمل عنهم بعض الايه ريسيرش, بعض الابحاث. بعد بس شوية كده تمام عشان تشوفوا كل الكلمات. كان عايز يعمل عنهم بعض الأبحاث into their family groups, في الايه في المجموعات بتاع العيلة بتاعتهم بتاع القرود دي. A local villager told him where there was a howler monkey family nearby. خلينا لحد هنا. بيقول ايه بقى, ان كروي محلي. يعني ايه كروي محلي؟ مش عليه سكر. محلي يعني ايه؟ من اهل البلد. كلمة كروي يعني ايه؟ من اهل القرى, من اهل ايه القرى, يعني ريفي عايش في الارياف. يعني يا مس اللي عايش في الارياف بنقول عليه villager. ايوة تمام كده, بنقول عليه كروي يعني عنده ارض بقى وعنده ايه بهايم وكده, فبنقول عليه villager. تمام كده. طيب الكروي المحلي ده told him يعني قال له where there was a howler monkey family, قال له اين يجد او اين تكون ايه عائلات القرود الهاولر القريبة منهم, النربا يعني القريبة منهم. تمام. and he was very, وهو كان ايه جدا. تعالوا نشوف الصفحة التانية. اديني بقول بالراحة ومفيش يعني اهدى من كده عشان ما تقوليش مس انت بتقري بسرعة. happy, هو كان ايه سعيد. but the villager also said
tomorrow we are going to have a lot of rain so it could be unsafe. لكن الرجل الكروي ده اداله نصيحة قال له tomorrow يعني غدا بكرة بيقول له هيبقى عندنا مطر كتير يعني هتمطر كتير وده هيكون حاجة unsafe. يعني ايه unsafe؟ غير آمنة، حاجة مش هتكون أمان أبدا. ليه؟ الدنيا هتمطر، هيبقى في مثلا رعد برق عواصف بتاع، فكده مش هيكون أمان. طيب my uncle set out to look for the howler monkey family. نفض بقى الكلام الراجل كده وإيه ما خدش في باله وراح قال إيه انطلق بقى عشان يدور على قرود الهاولر دي، تمام، أو عيلة قرود الإيه الهاولر. طيب تعالى نشوف إيه اللي حصل. and soon يعني إيه soon؟ قريبا، تمام. لو في محل مثلا هيفتح قريب بتلاقوا مكتوب عليه الكلمة دي soon. يعني إيه soon؟ يعني قريبا. he was deep in the jungle. هو دخل بقى تعمق، تمام، تعمق أو دخل بعمق جوه الإيه الغابة، دخل جوه جدا جدا. he could hear the monkeys and he looked up. هو قدر ان هو يسمع hear، يسمع الايه القرود، وبص الايه لفوق. he knew he was very close to them. عرف او علم ان هو he knew هو عرف هو كان very close يعني قريب جدا منهم، تمام. وخلي بالك كلمة close to يجي وراها حرف الجر to يعني قريب من، تمام. طيب then the rain started. المطر بدأ. بعد ما وصل يمس للمكان اللي هو عايزه الدنيا اشتغلت بقى، المطر ايه اشتغل. it was very heavy rain. كان مطر كتير جدا. كلمة heavy rain يعني مطر ثقيل، يعني ايه؟ يعني بتمطر كتير قوي قوي قوي. عند الاجانب بتمطر غيرنا احنا، لو مطرت شوية بتخرب الدنيا وبنبقى خايفين، هم بيبقى عندهم اكتر بكتير من المطر اللي بيكون عندنا ده. فالمطر كان ايه صعب جدا وكان تقيل جدا. soon قريبا بقى there was water everywhere. كان بقى يوجد مياه كثيرة. خلي بالك ان كلمة مياه لا تعد، عشان كده معاملينها معاملة المفرد، تمام، جبت معاملة الايه المفرد هنا. يبقى كلمة المية لا تعد بنعملها معاملة المفرد، اي حاجة لا تعد تعامل معاملة المفرد. قال لك قريب بقى يعني على طول بمرور الوقت كده ايه اللي حصل؟ كان في ميه كتيره everywhere، يعني everywhere في كل مكان. and he couldn't see the path to go forward or back. وما قدرش، لم يستطع ان يرى، ان يرى، ما قدرش يشوف الباث الطريق. ليه بقى يا مس؟ الطريق ان هو go forward اللي هو يمشي قدام، او go back يرجع لورا. خلاص بقى وقف مكانه مش عارف يطلع قدام ولا يرجع لورا، لان المية بقت في كل مكان. طيب suddenly فجأة lots of water came toward him and carried him away down to the river. بيقول لك فجأة lots of water، مية كتيرة، came towards him أو toward him، جت ناحيته، and carried him وشالته بقى away down to the river، وخدته بقى لإيه بعيد في النهر. يعني هو كان في الغابة هو ماشي، بس عشان المية كتيرة فالمية شالته بقى وديته لفين؟ للنهر. he was very frightened. هو كان مرعوب جدا. suddenly فجأة he saw a hand. شاف إيه؟ hand. يعني إيه hand يا مس؟ يعني يد. and someone was shouting. وحد كان ايه بيصرخ، تمام، يعني بيزعق بقى ايه مش عارفه ايه انا جاي انا ايه. طيب هو بقى كان ايه بيزعق. it was the villager. طلع مين؟ انه كان الايه القروي اللي هو الرجل من اهل القريه اللي قاله ما تروحش، ده الدنيا هتكون مطر. فمدله ايده وقعد يصرخ عليه عشان يسمعه ويمدله ايده كمان، وطلع ان هو الايه القروي. he took uncle's hand and said. هو خد ايد عمه، يعني مسك في ايد عمه وقال له now you are safe. دلوقتي الان انت ايه في امان. you are safe انت امن، تمام. my uncle was very happy indeed. كان فعلا عمي ايه فرحان جدا، تمام. عرفتوا كده؟ ادي القصة بتاعتنا. طيب احنا بقى عايزين نروح للجرامر.
انت بقى لو في حاجة فاتتك في الشرح عيد الفيديو او الحتة التانية بتاع الشرح دي، واديني شرحتها لك بالتفصيل المملة. تعالوا بقى نروح للزمن بتاعنا ال past simple tense. يا مس احنا زهقنا منه، وانا والله زهقت. بس هنعمل ايه، هو مكمل معانا لحد ما نخلص الانجليش ده، خلص هو معانا. طيب ال past simple tense زمن الماضي البسيط، تعالوا اشرحه لك بسهولة قبل ما ندخل في الكلام الكتير بتاع الملخص. زمن الماضي البسيط يعني الحاجة دي حصلت وخلصت، زي مثلا اقول لك امبارح انا ذاكرت انجليزي، امبارح انا اكلت مش عارفه رز، امبارح انا لعبت كره قدم، فخلاص الحاجه دي حصلت امبارح وخلصت، او حصلت منذ مده وخلصت، تمام. طيب هعمل الجمله ازاي؟ انت بتبدا بالفعل، بتبدا بمين؟ الفعل، ما عنديش فيه مشكله سواء كان مفرد او جمع. اي هي شي ات وي يو ذي، احمد منى احمدا منى، اي حاجه، تمام. طيب بعد كده بتجيب الفعل، الشغل كله بقى بيكون في الفعل، لان الفعل هو اللي بيدلني على الزمن. الفعل ده لما ابص فيه كده اعرف انا كنت ماضي ولا مضارع. مضارع زي كلمة loves اللي خدناها من شوية، يحب، لكن لما اقول انا حبيت بقى وخلصت تبقى loved، تمام، حطيت لها دي. طيب عشان تجيب الفعل قال لك عندك نوعين من الافعال، فعل منتظم ابن ناس مريحني، وفعل غير منتظم عقدة الشعب المصري. بس عايزكم انتوا بقى ايه تحفظوهم من الاول كده عشان تريحوا نفسكم في الايام اللي جاية وفي السنين اللي جاية ان شاء الله. الفعل الغير منتظم ده ملهوش حل غير ان هو بيتحفظ، تمام، لازم احفظه، ملهوش قاعدة امشي عليها، خلاص. اما المنتظم ابن الناس ده اللي مريحني قال لك هات الفعل يا عم وحط له دي او اي دي او اي اي دي. الله يا مثل احنا خدنا الكلام ده، عارفة والله ان احنا خدناه. امتى ضيف الدي؟ لو الفعل منتهي بالاي، لو الفعل اخره اي، زي الفعل مثلا زي كلوز، اهي كلوز اخرها اي، او الكلوزد يعني اغلق، تمام. هي كلوزد ذا شوب، هو قفل المحل. طيب والاي دي مع معظم الافعال، ولما يكون في واي قبلها متحرك بتسيب بقى الواي وتحط الاي دي، زي مثلا بلاي يلعب اخرها واي، مش احذف يا مستر واي وحط اي اي دي، لا ده دي بقى مع دي. لما الفعل يكون منتهي بواي بس قبله حرف ساكن، قبله حرف ايه؟ ساكن. ايه هي الحروف الساكنه وايه هي الحروف المتحركه؟ المتحركه بتكون دي اهي، الاي والاي والاي والاو واليو، والنبي زهقنا منهم، اللي هم الاي ضربت الاي قالت اي شفت للاو قالت يو. لو شفت واي قبلها حرف من الحروف دول بقول للواي بس خليكي مكانك، احنا مش هنعمل فيكي حاجه، هنحط لك اي دي بس. لكن لما يكون واي قبلها حرف ساكن اي حرف تاني غير الخمسه دول عادي بقى تحذف الواي وتحط اي دي، تمام. طيب سواء بقى منتظم او غير منتظم بنفي معاه بايه؟ بكلمه didn't. وقال لك didn't دي تاكل الاي دي او اي حاجه تاني اللي هو التصريف التاني، فترجع الفعل للايه؟ للمصدر، ترجعه للايه؟ للمصدر. الله يمس مش هحط له دي او اي دي او اي دي، لا قال لك didn't لما تيجي تقول خلاص بقى انا ومن بعد الطوفان نجيب didn't، ما فيش بقى حاجه بعديها، لا ينفع تحط الاي دي ولا اي دي ولا اي اي دي للفعل، ولا كمان تجيب التصريف التاني، فبترجع للايه؟ للمصدر. طيب لو هو سالني بديد وقال لك did you eat مثلا fish yesterday، هل انت اكلت سمك امبارح؟ انا بقولك هو انت اكلت سمك امبارح؟ هتقول لي ايوه لا. طيب ايوه او لا دي بالانجليزي ايه؟ yes او no، yes او ايه او no. طيب بعد كده يا مستر بعكس اول كلمتين اهو، اليو بحولها اي والديت تنزل، تمام. طب مع النو برضو نفس الكلام، تحول اول كلمتين اليو تتحول اي والديت تنزل، بس قالك النو دايما بتحب النط معاها تبقى نو اي didn't. الله يا مس على السهوله بقى، ايه الحاجات الحلوه دي؟ ادي زمن المضارع الماضي البسيط اهو، الماضي فعل منتظم او غير منتظم، الغير منتظم تحفظه زي ما اخدنا لوز لاست سيت سات وهكذا، تمام. اما بقى لو فعل منتظم بتضيف يا دي يا اي دي اي اي دي، الدي لو الفعل اخره اي، الاي دي مع معظم الافعال، ولما يكون واي قبلها متحرك بتسيب الواي وتحط اي دي. اما الاي اي دي لما يكون واي قبلها حرف ساكن بتحذف الواي وتحط اي اي دي. بنفي بايه؟ بنفي بديدنت والمصدر، ديدنت والمصدر، ديدنت والمصدر. اديني بقول لك عشان ما ترجعش تاخد ديدنت ومعاها فعل في اي دي او التصريف الثاني، هعملها لك غلط على طول، تمام. طيب لو سألت بديت بجاوب بيس او نو. تعالوا بقى نشوف هنا كده خلص يا مس الزمن، اه خلص، بس في شويه كلمات دل علي. ايه الكلمات دي؟ تعالوا نغنيها مع بعض. yesterday ago last in the past، yesterday ago last in the past، اهو
اهدي اكتر كلمات ممكن تجيلي في الامتحان وهعرف منها على طول ان الزمن ده زمن ماضي، بس عندنا اتنين تلاتة تاني كده سهلين وهتعرفهم، بس غنوا دي عشان تعرفوها. دي الكي ايه؟ الكي ويردز، الكلمات الدالة. يسترداي اجو لست ان ذا باست، يسترداي اجو لست ان ذا باست. سهلة سهلة جدا جدا جدا. دي الكلمات اول ما اشوفها يبقى على طول اختار الفعل في ايدي او التصريف التاني او didn't والايه والمصدر. خلاص طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده في الكتاب. قال لك احنا بنختار الفعل مع التصريف التاني. لو الافعال دي منتصمة قال لك بتضيف للفعل يا ايدي يا دي يا اي ايدي وهكذا. الايدي بنضيفها مع معظم الايه الافعال، معظم الافعال المنتصمة اضيف لها ايدي زي watch watched look looked وهكذا. طيب الدي لما الفعل يكون منتهي بالايه بالاي زي bake وزي close تبقى baked وclosed. تمام. اما بقى لما الفعل يكون منتهي بواي بس قبله حرف ايه consonant ساكن تحذف الواي يا باشا وتحط اي اي دي. تمام زي study studied وcarry carried. اما بقى لما يكون واي وقبليه vowel متحرك قال لك لا ده احنا مش هنقدر نحذف الواي ده انت تسيبها زي ما هي وتحط لها اي دي. تمام زي الحروف المتحركه اهو هو كاتبها لنا كتر خيره اهي موجوده الاي والاي والاي والاو واليو ده اللي لو واي قبلها حرف من الحروف دول. تمام طيب عندنا برضو امثله هنقراها اهي. بيقول لي ايه we played football in the park last week. الله احنا لعبنا كرة قدم في الحديقة الاسبوع الماضي. ده انا عندي كلمة last فيش على طول في الكلمات الدالة، اول ما تشوف الكلمات الدالة يبقى تحط للفعل اي دي او دي او اي اي دي او هجيب didn't والمصدر او التصريف التالت تاني. طيب يا مس انا بقى عايزة الناس الشاطرة هي اللي ترد عليا. انا قلت هنا انا لعبت كرة قدم في الحديقة الاسبوع الماضي. طب عايز اقول انا ما لعبتش كرة قدم في الحديقة الاسبوع الماضي او نحن ادي وي عم اهي وعندي هنا بلايد ماضي. طيب الاي دي انفيها بايه باللي فيها دي زيها didn't وي didn't وبلايد انزلها بلايد نو 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 خلاص didn't تاكل الاي دي فهتبقى وي didn't play football in the park last week هتنزلها زي ما هي. خلاص كده خلاص يبقى انا قلت didn't play ما قلتش didn't played no. خلاص طيب تعالوا نشوف هنا بقى بيقول ايه. بيقول بقى الافعال الغير منتظمة للأسف هتحفظها لان ملهاش قاعدة زي عندي كلمة come تبقى came come came سهل جدا بتحول الاو لاي فبتكون come came come came come came eat at eat at بتتغير الاي دي وتجيبها الناحية التانية. تمام فبتبقى في الماضي قاعد go went go went go went set 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 بتفضل زي ما هي. طيب no new no new no new meet met بتحوش ايه منهم هنا بتحول الاو لاي اما meet met meet met tell told tell told by boat by boat by boat. تمام طبعا انت ايه لو بتذاكر معايا اول باول هتلاقي الدنيا سهلة معايا او لو بتحفظ اول باول كده معايا هتلاقي الدنيا سهلة ان شاء الله. طيب هنا بقى بيقول ايه we went to the club yesterday احنا ذهبنا الى النادي امبارح عشان كلمة yesterday فانا اخدت كلمة went في الماضي. طيب نيجي بقى للنفي انا عايز اقول ما روحتش ما عملتش ما كلتش ما شربتش يبقى هتقول didn't ومعها الفعل في الايه في المصدر يعني من غير اي اضافات ما ينفعش اضيف له اضافات. تمام عندي اول حاجة he didn't study his lessons yesterday هو ما ذاكرش دروسه امبارح. اه ده انا عندي امبارح يبقى didn't study قلت studied no قلت study بس. طيب هنا I didn't send an email to my friend last week أنا ما بعتش إيميل لصاحبي الأسبوع الماضي يبقى didn't send ما قلتش sent لأن الماضي منها بتغير دي بتحولها تي يبقى didn't send send. تمام طيب she didn't go to the beach last summer هي ما راحتش الشط الاسبوع الماضي البتاع ده الصيف الماضي قلت didn't go مش didn't went لو قلت went في الماضي لا احنا عندنا didn't يبقى ما ينفعش تجيب تصريف تاني وراها يبقى ترجع للمصدر. طيب الكلمات الداله المسي سهلتها علينا عندي كلمه yesterday ago last in the past yesterday ago
last in the past. طيب وان وسنة ماضية، ان وسنة ايه ماضية؟ يعني لما الاقي مثلا في 2005، 2020، 2011، كل الحاجات دي خلاص سنين عدت، فبقول ان وسنة ماضية يبقى برضو في الماضي. of this morning، هذا الصباح، خلاص هو حصل. هتقول النهاردة الصبح انا مش عارفة فطرت ايه، فخلاص حاجة حصلت وايه وخلصت. تمام. طيب كلمة ago لازم يكون قبلها مدة زمنية زي ما قلت. بعتذر جدا يا جماعة عن الصوت اللي برا ده، بس انا مش عارفة اتصرف فيه، فاستحملوني بقى. فهنا عندي كلمة ago لازم يجي معاها مدة زمنية، لكن last يجي وراها بعديها بقى مدة زمنية. اقول لك الشهر الماضي، السنة الماضية، الاسبوع الماضي، الاثنين الماضي، يبقى انا المهم ان انا الاقي كلمة last. تمام. طيب امتى بستخدم الزمن ده؟ بيقول لك is the past simple to talk about different things، بنتكلم عن حاجات مختلفة، بس الحاجات دي بتكون في الماضي. تمام. اهو something that happened once، حاجة حصلت مرة واحدة، يبقى حاجة حصلت مرة واحدة بس، زي I visited her house when I was five، أنا زرت بيتها لما كان عندي 5 سنين، يبقى مرة واحدة. طيب أو something that happened several times بس in the past، حاجات حصلت لمرات كتيرة بس في الماضي، زي we went to my aunt's house at the beach every summer، بيقول إحنا بنروح بيت عمي أو بيت عمتي أو خالتي للشط بس كل إيه، كل صيف. تمام. طيب هنا بقى بيقول لك رقم 3، something that was true for some time in the past، حاجة كانت فعلا حقيقية بس كانت في الماضي. تمام. he loved living in his grandmother's apartment as a child، بيقول لك هو كان بيحب يعيش في بيت جدته أو في شقة جدته وهو طفل. طيب واخر حاجة expressions with ago، كل التعبيرات اللي معاها ago لازم يكون قبلها مدة زمنية، زي I met her in the زقازيق 2 years ago، بيقول انا قابلتها في الزقازيق في من سنتين مضوا. خلاص كده بس، ادي الماضي. المهم ان انت تحفظ الكلمات الدالة، عشان لما اشوف الكلمات الدالة هعرف احل على طول. تمام. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، مش هطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله بقى الحل هيكون في فيديو كامل لوحدي، عشان بس الفيديو ما يطولش معانا قوي، لان لو حليت معاكم هنعدي الساعة، وانا ما بحبش الفيديوهات تكون طويلة عشان الناس اللي عاملة باقات. تمام. كده خلص الفيديو بتاعنا، لو عايزين اي حاجة اكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله بكرة هناخد الدرس الثالث باذن الرحمن. انتظروا بقى الفيديوهات قوية جدا جدا، وعايزين نقفل زي ما قفلنا الترم الاول، وعايزاكم تستعدوا وتدخلوا كده سخنين على المنهج، وننجز مع بعض ونحل ونحفظ ونذاكر، عشان لما يجي اخر الترم يلاقينا مستعدين ان شاء الله، ولما نيجي الرجع ما يبقاش حاجة صعبة عليك، لازم تذاكر اول باول. تمام. بس في اي حاجه بقى وقفت معاك وانت بتذاكر النهارده الدرس ده، اكتب لي في الكومنتات وقول لي يا مس ما فهمتش ده. خلاص كده، كده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد بكره باذن الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.